على أساس رح يجيب النتيجة. معقول يكون صاير معي شيء؟ لا ما في هيك شيء بنوم. معقول تفكري بهالشيء؟ ليكو عم يدق ليكو. منيح. ألو، إيه وين اختفيت؟ أها. طيب ماشي. عم يقول ما تخافوا، ما فيك شيء، يعني شغلات عرضية وبس، في شوية التهابات عادية، كلها بتروح. بس لأنه طلع معك فقر دم لهيك دختي. إيه تمام. إيه. شوفي كمان. طلعتي مثل الأبطال سبع رواح والله يا لميس. أيوة. مستحيل تموتي صدقيني. طالما أنا بنتك فما رح أموت. طيب. ماشي. فهمت. عم يقول رح نضل هون اليوم مشان ترتاحي ولسه رح يعطوكي إبرة وهيك بترجعي مثل ما كنتي وبعدها منطلع. إيه لكن ليش أضل بالمستشفى بما إنه ما طلع معي شيء؟ يعني شو في داعي أبقى؟ سألوا وينه هلا؟ صحيح وينك أنت؟ كيف يعني كلياتنا؟ طيب طيب ماشي هلا بقول لهم سلام. يا الله يمكن عدتكم كلكم لهيك قال لي إنه لازم نعمل تحاليل مشان يعطونا دواء. خلص نعمل شو ورانا يعني؟ ايه طبعا طبعا اعملوا هيك انا بطمن عليكم. قوموا لشوف. يلا بابا. يا الله من وين طلعتوا لي بهالقصة؟ انا مستحيل اعمل هيك شيء. قال تحاليل وما تحاليل بعدين شبك انا الميكروبات بحد ذاتها. لا تقول هالحكي. ما بدنا اعتراض بابا. يلا روح. روحوا من هون. يلا يلا قوم. يلا امشي. بدنا نترك البنت لحالها. ليك حكي حدا يضل عند لميس بالغرفة. لميس ما تخاف عليها. يلا عصمة يلا. شو صار معك يا زلمة؟ نطفت لنا قلبنا ونحن ناطرين. ولا يهمك ما في شيء مهم، يعني طلع ما بيعدي، ما في داعي لتخافوا بنوب. لكن شوفي. ايه بدي اخبركم بشيء ثاني لهيك طلبت منكم تضلوا لنحكي، لأنه بدر لأنه في موضوع ثاني. بدر أنت ما عم تكذب علينا معي؟ حالة أختي مثل ما قلت؟ رح تموت يعني؟ شو هالحكي؟ أكيد ما رح تموت أختك، لا تاكلوا هم بنوب. لأنه صار معها التهاب مع فقر الدم خلى الوضع خطير، بس رح تتعافى، أنتوا اهدوا لا تشغلوا بالكم. بس في مشكلة ثانية. شو انت بدك خوفني؟ شوفوا اذا ما رح تساعدوني في احتمال لميس الحبس. شو عم حكي هذا؟ ان شاء الله انت شو عم بتقول؟ معقول هذا الحكي يا فهمنا شو قصدك؟ نهال نهال في براسه شيء مو منيح. لك لا تخليه هلا لعند الخيار كسر الدنيا على راسه بيتنا بايدي اذا عم يحكي شيء ما تعمل شيء احنا موجودين اهدى كرمالنا من وراه وانا معقول اهدى اهدى شوي لنفهم لسه بيقولوا لي اهدى برايي تفهم القصه بالاول لميس موقع عقود عمل وكلياتهم بهذا الملف واذا ايه بتذكر كانوا يخلوها توقع اوراق مشان الورشه على اساس ايه كانوا مع السيد قدري صح صح لهيك هنن يمكن يتهموها بالحكي. يا الله ما قلت لكم ألف مرة وانتو ما رديتوا علي. شفتوا هلأ شو اللي صار؟ يا حقير يا الله اوف تمام فكري مانو هون والله رح جن. طيب هلا وين بدي الاقي هاد الزلمه يا ربي؟ شو عم يصير هون؟ يا جماعه كل شيء له حل. خلص 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 قلت لكم عنا هاد العيلة خليني اعرفك على عيلتي. ليكي هدول كلهم اولادي عم يتخانقوا هيك على الخفيف ما في لهم فايده بالمره. هدول بالمدرسه وهي رفيقه بنتي وهذا مضربه ومضربه جنبه في عندهم اولاد حاله وهي كرتي وهذا اللي نافش حاله صار تعي تعي عم يتخانقوا ومتفرج عليهم. خلص يا شباب انت وياه شو زهدا احنا بس فهمنا الله يخليك يطلع من حياتنا بقى. شوف انا بدي اعتذر منك ايه بس بدي اقتله. لا واقف واقف خلص يا اولاد خلاص يا مسؤول. خلونا نساعد لميس بالأول فهمانين وبعدين اعملوا شو ما بدكم فيني ماشي. ما رح تستفيدوا شيء إذا قتلتوني هلا. بنساعدها يلا بس كيف؟ طيب ماشي شو بدها المرأة؟ شو بدها مرتك؟
عم تنتقم بانك تفوت اختي على السجن؟ هذا اللي بيضحك والله. بدي اياني اترك لميس وما نتزوج ونروح على امريكا انا وابني، تخيلوا. شو هاي؟ يلا لكن الله معك. بما انه لميس ما رح تفوت على السجن اذا سافرت، لكن سافر. اياك تتردد، الله يرضى عليك. ها لا تتردد ابدا، وانا بقول لك شو تعمل. بتروح هلا وبتاخذ مرتك المجنونه وبتسافروا انت وياها على امريكا، وبتضلوا قاعدين هنيك ماشي. هلا هيك صار الحكي، بدك يعني انه روح يا حكمت؟ برايك انا مخطط لاتورط مع مجنونه مثلا؟ بدك هالشي يصير؟ شكلكم نسيتوا انه انا تركت اهلي لانهم مجانين ولا مو صحيح؟ هلا انتوا عم تعملوا مثلهم. بعد كل شيء سويته برايكم انا ممكن اعمل هيك شيء مثلا؟ شوفوا انتوا هلا لازم تقرروا ماشي؟ انتوا معي ولا ضدي؟ اذا كنتوا معي فرح ننقذ لميس مع بعضنا، تمام؟ اما اذا ما كنتوا معي قولوا لي لاعرف شو اعمل، القرار بيرجع لكم. فكروا على رواق ماشي، وانا رح روح رايح لعند لميس. بالاذن. شو رايك بعائلتي؟ يي واخيرا اجيت. طولت شوي، خير؟ شو صاير؟ ولا شي ولا شي، مو مستاهلة. لما وقعت طلعت مجروحة شوي، لهيك ضمضوا لي اياها. الجرح غميق ولا عادي؟ لا لا ما بيخوف. بتوقع من تقل الخاتم؟ والله عن جد انا اشتقت لك. وقف بدر وقف، هلا بتنعدى مني. انت شو عم تساوي؟ انا مستحيل يصير لي شي، اخذ لقاحات ومن زمان. اللي شو صار مع اهلي؟ عملت لهم التحاليل؟ بلا بلا خلص شيلك منهم هلا. بشو كنت عم تفكري من شوي؟ بشو بدي فكر؟ شفتك صافنة بشي هلا، ولا عم تفكر بعرسنا؟ عم فكر انه رح نقدر نتزوج واخيرا. طبعا اكيد رح نتزوج، بس تطلعي من هون فورا، يعني بكرة. كيف بكرة؟ وليش مستغربة؟ شو هو المانع؟ معقولة يا روحي مو لازم نحجز قبل بيوم؟ لا ما في داعي. بخلونا بنفس اليوم يعني؟ ايه، وقت نعطيهن ورقنا بصير الموضوع فورا ونخلص. ايه طيب ماشي. عفوا ما تواخذني، ما بعرف هاي الشغلات. انت متزوج من قبل اكيد بتعرف فيهن اكتر. كأنك عم تسمعيني حكي، ليش ما تقولي مستعجل لنتزوج؟ فرحتني لانه ما رح نطول. واضح هالشي. خلينا بالمهم هلا، انت طيبي بالاول ومنتزوج، بس تطلعي من هون فورا، كل شيء رح يكون مثل ما بدك. وهلا قليلي، كيف بتحبي يكون عرسك حبيبتي؟ يعني ما بيهمني كثير، المهم نتزوج. شرفت معرفتكم يا حلوين. يلا بشوفكم. خلينا مع السلامة. كلك ذوق. الله معكم. نحن رايحين على البيت. بابا انا ما بعرف شو معلق بالبيت، روح اشبع منه. والله هذا مرتضى اذا بدك تتصل ببدر اتصل، الاولاد تعبوا لازم ناخذهم على البيت، حاجتهم بدهم يرتاحوا شوي. الو مرتضى، طمني، طلعت النتائج ولا لسه؟ ها. طيب ماشي، ليك نجاي لحتى اشوفهم دقيقه بس وبكون عندك. تمام. شوفي شو قال. ولا شي حبيبتي، طلعت نتيجة التحاليل ماشي؟ رح روح شوفهم شوي وبرجع لعندك، ما بطول. بدر استنى شوي، ليش تاركيني هون لهلأ؟ يعني لما حكمت أكل سكيني ما ضل كل هالقد. شو دخلك يا روحي بحكمت؟ كل واحد فيكن حالته غير التاني، وانت معك شوية التهابات وبتروح. بس دقيقة بدر، بدي قلك بدر أنا ما بحب المشافي أبدا، خلينا نطلع بقى. طيب شكلكم قررتوا؟ ما قررنا؟ قررنا ونحن معك، ما في عنا حل ثاني. ما رح نخليها لهالحقيرة أن تأذي أختي، لهيك قلنا شو فينا نعمل. طول عمرنا معك أخي بدر، وأكيد رح نضل مثل ما كنت متوقع. بس ليكون بعلمك أنا مجبور، لو بإيدي مستحيل ساعدك. إيه هذا هو حكمة، مستحيل يتغير. شكرا كثير بدر. رح اقول لك من هلا، نهال اخر وحده مجنونه بنتعامل معها، لانه تعبنا من المجانين كثير. مزبوط والله،
ايه خلص بقى حاجتكم الحكي، هلا قلنا شو الخطه وشو رح نعمل، يلا فوت بالموضوع بقى. طيب خلوني اقول لك. Güneşe bir el ateş ettik bilmedik kendimize inettik ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Murtada. Yeslim. Tekrar. Yalla ana rayi. Nasılsın? Lembeleş. أهلين حبيبي، عم نجهز أغراضنا أنا وسامح مشان السفر، ما هيك يا روحي؟ مسيك. إيه بابا يلا تعال نحن جاهزين. جاي يا روحي بس ما علي تعطي أمك تليفون؟ بابا بده يحكي معك أمي. إيه شفتن للوراق ما هيك؟ إيه أكيد شفتن. برأيي ما في عندي خيار تاني غير أني أقبل بعرضك المقرف هاد. إيه منيح أنه توصلنا لاتفاق. طيب بس لميس مريضة، لهيك بدي تعطيني يومين ثلاثة لأنه ما فيني أتركها وهي بهالحالة. بحياة الله بدر لا تتحجج، شو ما بعرف إنه معها قبيلة بالمستشفى؟ لكني هل سمعيني منيح، عم قلك البنت مريضة ووضع صعب كتير، لهيك ما في داعي لقلة أدبك. شو بدك إياها تموت يعني؟ خلص تمام، رح أجل الموعد يومين بس يكون بعلمك، اتفقنا؟ طيب طيب وهلأ أعطيني سامح شوي. يلا حبيبي خود لشوف. يلا حاكي أبو. بابا؟ إيه حبيبي لا تاكل هم يا روحي، انت انا جاي لعندك وانت بتعرف انا قديش بحبك وبالي عندك. ايه عندي شويه شغل رح خلصهم واجي ومنروح على الحديقه سوا، اتفقنا؟ طيب ماشي بابا. برافو يا روحي، لكان بشوفك. باي بابا. يلا مع السلامه. باي باي. يلا كمل يا بطل، فيك تاخذ الالعاب يلي بدك اياها يا روحي. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. أهلا. لميس وضع منيح ما هيك؟ ما صاير لشي؟ ما تخافي ما فيها شي، بكرة رح تطلع. أنا حضرت شوية أكل وطعمت عصومة، خلوني حضر شي تاكلي. يا روحي أنت لا تتعبي حالك، مو جوعاني، بعدين إحنا بناكل لحالنا. لا شو الحكي، ما فيها عذاب أبدا حكمات. إذا جوعان بحط لك أكل حبيبي. إذا بدي بحط لحالي ما هيك زينب؟ ليش عم تسألي؟ من وين لوين؟ انت ليش عم تتصرف مع البنت هيك؟ كل اللي قالته تحط لك تاكل. هذا صاير ما بيتحاكى. زينب لا تزعلي حبيبتي، حكمة معصب وعم ينفش خلقه بالرايح والجاي. لك فكرات، بدك موبايلي شي؟ في انترنت اذا عبالك تفتح. عن جد عم تحكي لي لاس؟ ايه. بدك ولا لا؟ اكيد بدي. بس ما في شحن كتير، ما رح نطول. كل واحد فيهم داير ورا حاله وما عم بفكر بحد. أولاد لأنه ألو. إيه إختك منيحة لا تاكل هم، شو قالك الأستاذ؟ اللي أخذ نسخة من الملف ورح يفحصها، بس بصراحة ما طمني كتير، قال لي إنه الملف قوي والله، وإذا وصل على المحكمة رح تنحبس إختي. طيب طيب لا تخاف، ما رح نوصل لهون بنوب. أنا حكيت مع نهال وقلت لها تمني يومين ثلاثة لهيك رح نحلها. طيب ماشي، تصبح على خير. طيب يلا بشوف. لميس. لميس. شوفي حبيبتي خلص روقي. يا روحي أنا جنبك روقي. شفت كابوس يا عمري؟ قومي اشربي شوية مي. والله مو جاي على بالي. شو شفتي وليش خفتي كل هالقد يا روحي؟ شفت إنه متت. ايه بتذكر كانوا عم بيدفنوك، شفتها لنهال كمان. طالما شفتيها لكان كابوس عن جد هاد. طلعي فيني لشوف. خلص اهدي ماشي، مستحيل روح لمحل لحتى نتزوج، اتفقنا؟ اتفقنا؟ لسه شوي وبيطلع الصبح، تحملي شوي صغيرة وبعدها منروح من هون على العرس، تمام؟ يلا فكري انه بكرة رح نتزوج ونام منيح. يلا حبيبتي
أنا جنبك لا تخافي. غمض عيونك يلا يا روحي أنت، حاولي ترتاح. خلصنا قسم منيح من الشغل قدري بيك. امتى جايه لتاخذ البضاعه؟ خبروني لما تخلصوا كل شيء وببعث لكم حدا من رجالي فورا. بس لحظه، شو لازم نساوي مشان ناخذ المصاري؟ شو رايك نجي لعندك على المكتب؟ هيك بنحكي بموضوع المصاري، وكمان بنكسب شوفتك بما انه عملت لنا زياره بس نحن ما رديناها. ما في مشكله بالمصاري، بتاخذوها لما تسلمونا البضاعه. لسه عندك شيء تاني؟ لان اليوم عندي شغل لفوق راسي. طيب بدي اسالك، ما خبرتنا وين عنوان الشركه تبعك بالضبط؟ يعني عم نشتغل مع بعض ما هيك؟ ومو معقول ما بنعرف انت وين، بعدين ممكن نعمل شغل سوا لانه نحن بالنهايه سيدات اعمال وبنعجبك. يا الله، نحن بمنطقه الصناعه واكيد سمعانين فيها، معروف قديش بصير فيها مشاكل، لهيك جهزوا لي البضاعه واتركوا الباقي علي يا انستي. نشرب كاسه شاي. سكر بوشي. ما بدهم يجي ما هيك؟ هيك شكله والله، مو شايفين كيف سكر الخط؟ ليش ما بده عزيزة؟ معناها ما كانت غايته بس الشغل. شو رح نعمل؟ شو نعمل؟ قومي يلا منراقب المكتب، منشوف مين فيه ومين ما فيه ومين عم يدخل ومين عم يطلع لنعرف ليش ما بده نجي. تحركي. لوين بدنا نروح؟ ما قلنا انه هو بالصناعة وبتعرفي هنيك شو كبير. هلا بتصل بجميل وبسأله، اكيد رح يساعدنا لنلاقي. جميل والله، معك حق، يعني ما بعرف شو كان فينا نساوي من دونه. طيب المكانات يلي بالورشة مو للزلمة؟ إذا ما عطانا مصارينا منبيعه فورا. شو هالفكرة حبيبتي؟ لمعلوماتك نحن عاملين عقد بهالمكانات، يعني معقول هيك يتركون؟ أكيد هو في ياخذهم، والله ما رح يضل عنا لا ورشة ولا شغل. يا الله، عفكر شلون بدنا نخبره للميس، رح تجن والله. بكفي ما تعرف انها رح تفوت على السجن، مو مهم تعرف بهالموضوع هلا. وبعدين رح تتزوج دكتور، العتر علينا نحنا. صح بعصب منه لحكمة منشانة، بس هالبنت مالها قليلة. مزبوط. وهالكاسات يلا ما رح تخرب الدنيا اذا شلناهم بعد ما نرجع. والله تعبت، تكسرت تكسير. عن جد ما كان ناقصني غير راقب العالم بآخر عمري. وأخيرا طلعتي. خلينا نشوف يا ست نهال لوين رح تروحي. إن شاء الله ما تكون نطرتي إليك على الفاضي. أعطيني هاتي عندك على مهلك. أنا لسه معاني صوت. فوتي. اف، شوفي شلون تاركين الطاولة هيك، لازم نضل فوق راسهم يعني. اف يلا، المهم أكلوا قبل ما يطلعوا. يا الله شو بشع هالبيت لما ما بيكونوا الأولاد موجودين فيه. ليكون هذا توتر الزواج ست لميس. يا الله مالي مصدقة انه بكره رح نتزوج انا وياك بدر. لا صدقي صدقي، وهي الاوراق تبعنا، واشترينا فستان العرس، برأيي ما ضل شي بالمره. وبعد شوي رح حاكي شركه لتنظيم الاعراس مشان يزينوا بيتنا ويجهزوا منيح، رح يطلع بجنن. شو رايك؟ وليش لحتى تحاكي شركه وتصرف مصاري؟ انا والبنات بنعملها. معقول يا روحي؟ تخيلي خليكي تشتغلي بليله عرسك، اكيد مستحيل. بعدين في معي مصاري، ممكن ضابب شوي مشان فكرات، لسه ما صرفتن ومعي كمان. خلينا نخبر البنات ليجهزوا حالهم ويلبسوا فورا. ولا قال لك رح روح على الورشة وقال لهم هنيك؟ ما رح خليكي تروحي، اليوم لازم ترتاحي وبس. أكيد لا، بيكونوا مالهم ملحقين الشغل بالورشة. أنت مريضة يا بنت مريضة، فهمانة؟ بدك تنتكسي بيوم عرسك يعني؟ خلص أنت عادي وارتاحي اليوم، أنا هلأ رح جهز لك التخت تبعك وهيك بتنامي وبتريحي حالك.
يلا شو عم تساوي؟ اف طيب طيب خلص اجيت. ما بدي اسمع صوتك سكوت. فكري قلت لي جبت لك مفتاح بيت وبالاخر طلع يا دوب غرفه. يا الله. بتعرفي شغله، انا لولاي كنتي قاعده لهلا عم تحرسي حيطان المشفى، يعني انا انقذتك من هذا الشغل البشع. لا والابشع من هيك انه مو عاجبك وبتضلي تنقي على راسي كل الوقت. على الاقل هنيك كانوا يقدموا ثلاث وجبات، هون رح نموت من الجوع. فكري احكي من الاول انك جوعانه. يلا امشي امشي قدامي لشوف، اكيد حضروا لنا شيء بالبيت هلا بناكل سوا. يا الله ليكو على الحاره، لو كان بدي اعيش هيك عيشه ما كنت اتطلقت ست مرات وعم دور بالمشاكل. فكري ما عم صدق نازله حكي وتسميع فيني وبالاخير بتطلعي مطلقه ست مرات. طبعا اللي بده يختار الشخص الغلط بيطلق ست مرات. هلا فكري حظك الحلو لك. شو هالحكي؟ على القليل منهم طلع لي ورثه مو مثلك انت على الحديده. اف وشو عملت لك هالورثه بالله دخلك؟ انا كان معي سياره بتجنن، بس وين راحت؟ اجى حرامي وسرقها مني. قالوا لها للرقاصه ليش ما عم ترقصي منيح؟ قالت لهم الارض مايله. ومين قال لك انه نحن ما رح نرقص يا روحي؟ بس خلينا بالاول نشوف البنت شو طلعنا، بلكي بيجينا شويه مصاري وبعدين رح خليكي ترقصي وانت بالقصر تبعك عم تسمعي. نحن اثنين وبس ورح نكون لحالنا، بس هلا طولي لي بالك تمام؟ قلت لي القصر تبعك. يا الله منك يا فكري. اها وينكم يا جماعه؟ شو ما في حدا هون؟ رح نموت من الجوع. شو طابخين شو طابخين؟ منيح اجيتوا. اهلين اهلين. كيفك؟ بصراحه مو كتير، بلكي بصير منيح بعد جيتي لهون، يعني رح اقعد عندكم الا ما تحتاجوني. بشو بدك تفيدينا؟ ما تعرفنا على الست؟ مين حضرتك بلا زغرة؟ هلا وقتك انت والأسئلة. عم قلكن انه انا جوعان، شو في اكل؟ بعد هيك جوع. لميس، الست هي وابوك رفقات، تعرفوا على بعضهم بالمشفى، شافها لما كنا قاعدين عندك هنيك. ايه مزبوط، والله وقت شفتك زعلت كتير. سلامتك. ما عرفتكن عن حالي، خاتون. تشرفنا. الي الشرف. مثل ما قالك صهري، خاتون بتكون رفيقة حياتي من اليوم ورايح، ما هيك خاتونة؟ يلي بيجي بسرعة بيروح بسرعة مثل ما بيقول المثل. بسيطة. خلونا نقول لسه عم نتفق لنشوف شو بيصير. يي لا تاكل، وقف وقف، خليني سخلك بالأول. أوف أنا آسف عمي. خلص حبيبتي لا تقومي أنت، أنا بسخن له إياه. طيب أنا بسخنه. تعي تعي أنت لعمتي. هلا ما كان ناقصنا غير سليم، كان ناقصنا سليم لحتى تكمل معنا. شو ما سخنت الفاصوليا لهلا؟ رح نخلص الرز. يلا ما ضل غير شوي. حركيهم. بدي اعرف وين شايفه. وين رح يشوفه يعني؟ هذا ابوك بعمره ما رح يتغير. بس بصراحه لبقت له كثير. اسكت وبلا حكي فاضي. ليك رح رد على مرتضى وارجع لك. ماشي ماشي. فاصولي. الفاصولية على الطريق صح. وهنا ايه مرتضى شو الاخبار؟ الو والله ما بعرف شو بدي اقلك بعد اللي شفته هلا. نهال ليك عند سليم المحامي. كنت متوقع هذا الشيء، بعرف انه هالرجال ما رح يسكت بهالسهوله. انا واقف قدام المكتب وناطر، قل لي شو لازم اعمل هلا. شو بعرفني؟ خلص انت خليك ناطر ورح اجي لعندك مشان اشوف السيد سليم شو مخبي علينا يا ترى. لك كان ناطرك. طيب لا تطولها. يلا جاي فورا. أحم أنت لشو عم تخطط؟ شو بدي خطط؟ ما في شي بنوم. شكلك بلشت تتجسسي وتغاري قبل ما نتزوج. ما يا الله دخيلك، مين جاب سيرة الغيرة هلا؟ يعني القصة وما فيها أني فكرت أنك إذا رح تجيب لي هدية غالية للعرس ما خليك تجيبها. شو يا روحي؟ لا ما في هيك شي بنوب، بس مرتضى كان بده يسألني عن وضعك كيف صار، ولهيك طمنته عنك وسكر. منيح. ما جات الأكل لسه سخن. لا لا ماني جوعان، رايح المستوصف وبعدين بشوفك على رواق. يلا لكان أنا لازم أطلع فورا. نو
عمي انا طالع لميس بامانتك. ايه وضعك مو عاجبني بنو، بدك تاخذ البنت منا ولا بدك ترجع لنا اياها؟ بس فهمني شو بدك تعمل. خلص روح، انا بدير بالي عليها. مشان الله لا تصرف كتير يا روحي، اتركن للمصاري. خلص لا تخافي، بتكون الفاصوليه احترقت مو. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.